طبيعي جدا ان انت تلاقي رجال من الابراج لا تؤمن بالحب، او يعني بمعنى اوضح تفضل العلاقات العابرة او الصداقة اكثر من الحب، اي لا تتعلق به كثيرا. في حلقة النهاردة هناخد كل الابراج من ال 12 للمركز الاول، ومش بس كده، في نهاية الحلقة خليك معانا او خليك برضو معانا عشان نقولك تتعاملي ازاي لو انت مرتبطة او هترتبطي في المستقبل برجل من الرجال دي. يلا بينا 3 ثواني بالعدد، برحب بيكم عيلتي وبرحب بالجديد بس، وبقول له عرفنا بنفسه برضو عشان نرحب بيه. واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك، محمد ابو زيد على اليوتيوب والفيسبوك وبقية قنواتنا، واللي بيسأل ازاي يتواصل معايا كل ده متثبت في اول تعليق وصف الفيديو. في المركز ال 12 توقعوا اكتبوا لي، عشان انا بقرا كل تعليقاتكم وبحب ادردش معاكم في التعليقات، وحد اذكى شوية يقول لنا مين الرجل اللي هيتصدر الرجال في حلقة النهاردة. رجل برج الحوت المائي في المركز ال 12، رجل برج الحوت من الرجال المؤمنة جدا، عكس موضوع حلقتنا، المؤمنة جدا بالحب وقيمه، وترى من الرجال اللي ترى ان الحياة بدون حب ناقصها الكتير، بل ناقصها كل شيء، لذلك صعب تلاقيه يفضل مثلا العلاقات عن الحب. هو رجل برج الحوت ممكن يكون عنده علاقات وممكن يكون عنده صديقات، ولكن لازم يكون في حب في حياته، يعني يكون في واحدة كده زي ما احنا بنقول حبيبته، بيحبها، بتعوضه عن الفراغ العاطفي. أعلى منه في المركز ده 11، أخوه في نفس الطبيعة، رجل برج السرطان، مهما بان قدامك إنه بارد أو بيتبارد، هو رجل ما يقدرش يعيش من غير ارتباط عاطفي، ومن أكثر الأبراج وأشدها إيمانا بالحب. رجل برج السرطان يتشابه شوية مع فلسفة رجل برج الحوت، ولكن ممكن تجد إن رجل برج السرطان إلى حد ما ممكن يكتفي بأنثى أو حبيبة واحدة معينة، عكس رجل برج الحوت شوية اللي ممكن تجده إلى حد ما متعدد العلاقات، زيه زي رجل برج العقرب. لما نطلع في المراكز هنلاقيه موجود في المركز العاشر، بيتشابه مع رجل برج الحوت. هو رجل ممكن يكون عنده ناحية عاطفية، حبيبة، زوجة، خطيبة، حبيبة أيا كان، ولديه صديقات أو معارف أو علاقات غرامية، ولكن اللي يهمنا في الآخر إن هو من أكتر الرجال اللي بتؤمن بالحب، أي إنه بعيد حاله حال البرجين اللي سبقوه عن موضوع حلقتنا تماما. منطقة وسطى بقى ونخش في الجد شوية، ولكن دايما بقول لو شايفين الحلقة دي ممتعة ومفيدة تدوسوا لايك، شايفينها غير كده دوسوا ديسلايك وقولوا لي السبب، لأن بقرا كل تعليقاتكم وأعرف لو عندي مشكلة أعالجها. ويا جماعة احنا مالناش غير يعني صفحة واحدة على الفيسبوك، محمد أبو زيد، عشان أي حد تاني منتحل شخصيتي ده كذاب، اعملوا له إبلاغ والغوا الاشتراك رجاء يعني. نهلا بقى ونخش في الجد شوية، في منطقة وسطى هنلاقي برجي أنا، من الأبراج والله الباحثة عن الحب، ومن الأبراج أو من رجال الأبراج اللي لو عاشت بدون ارتباط عاطفي تحس إن حاجة كبيرة قوي ناقصها، رغم إن رجل برج الحمل يبان تقيل ويبان ما بيهموش والكلام ده، بس هو رجل من داخله في بحث مستمر وفي إيمان قوي ودائم. صعب رجل برج الحمل ينكر إن مفيش حب أو يكون تعلقه ضعيف بالحب. على فكرة كمان رجال الأبراج دي اللي هي تحت اللي احنا بناخدها دي، هتلاقي أكتر الرجال تعلقا بالحب وبحثا عنه وتعلقا بالحبيب لو حبت بجد، عكس أبراج القمة تلاقي العكس تماما موجود. نعلى أكتر عشان نوصل لأول برج هوائي، وما أدراك بالهوى، الهوى في موضوع عن مواضيع الحب. برج الميزان الهوائي من أكتر رجال الأبراج، من أكتر رجال الأبراج المؤمنة بالحب، بس هو بيجي في منطقة وسطى، يعني لما قارنه بالرجال اللي سبقته يجي أقل منهم في الموضوع ده، يجي أقل تعلقا وبحثا ونهما، والمهم بقى أقل إيمانا منهم بالحب. رجل برج الميزان من الرجال اللي ممكن أيضا زي العقرب كده يكون عندها صديقات كتير وحبيبة واحدة معينة، ولكن الحب شيء أساسي بدور عليه دايما في حياتي. الحمل خلاص 9، وبرج الميزان 8، وبرج الطور في المركز 7 في منطقة وسطى. من الرجال أيضا، دي مش موضوع حلقتنا، ما يطلقش عليه إن هو رجل بينطبق عليه موضوع حلقتنا، لأنه يعتبر بيؤمن بالحب بدرجة كبيرة قوي وبيبحث عنه، ومن الرجال اللي هي عندها قدرة تحمل في الناحية العاطفية بس مش قوي، مش زي الرجال اللي هي سبقاها، مش زي مثلا رجل برج الأسد اللي بيجي في المركز 6، عشان نخش بقى
في الجد وجد الجد ونلمس الرجل ده ممكن يعيش فترات طويلة معتمد على الصديقات وعلى العلاقات العابرة، ويعدي وينسى ويقلب ويشوف غيره. ودي مشكلة رجال القمة إذا قارناها برجال القاع اللي احنا كنا بنتكلم فيهم دلوقتي. الرجال دي مش مؤمنة بالدرجة الكبيرة اللي تخليهم يبحثوا بلهفة عن الحب أو يتعلقوا بلهفة بالحب. والرجال غير الإناث تماما في موضوع حلقة النهاردة عشان محدش يربط. جد الجد لما نوصل للمركز الخامس ونلتقي بالرجل ذو المشاعر الحديدية، رجل برج الجدي الترابي. مشاعر حديدية، رجل برج الجدي اللي بيجي في المركز الخامس. رجل برج الجدي ممكن يقاوم الرغبة دي بشكل كبير قوي ويتحكم فيها بشكل أكبر قوي، ويكتفي بالصديقات إذا تعود من سن مبكر على حاجة زي كده، إنه يكون لي صحبات بس، أو إن هو يغوص داخل العلاقات العابرة. ممكن تجده رجل حرفيا مفيش حاجة اسمها حب في قاموس حياته للأسف، وهو متعب في العلاقات العاطفية. هذا الرجل أعلى منه وأشد وأقوى، واللي ممكن ما يكونش باين عليه ليكي أنت كأنثى، رجل برج القوس اللي مش رومانسي إطلاق. رجل برج القوس من الرجال اللي ممكن تجد متعتها وبهجتها وسعادتها في العلاقات أو مع الصديقات، عكس ما يكون مربوط على أنثى واحدة أو على علاقة واحدة أو على واحدة معينة بس. عشان كده ممكن جدا وارد جدا تجده من اكتر الرجال اللي مش مؤمنة بالحب، ونقول واحنا مستريحين اعلى واشد وافظع منه رجل برج العذراء اللي بيتربع مستريح على عرش المركز الثالث. من اكتر الرجال اللي ممكن تقضيها علاقات عابرة وعلى فترات متباعدة، او يكتفي بالصديقات الشبه مقربات، وممكن ما يبحث عن الارتباط العاطفي، وممكن يستغنى عن الارتباط العاطفي، لتجده في النهاية من أشد الرجال اللي تنكر إن في حاجة اسمها أصلا ارتباط عاطفي. أعلى منه في المركز الثاني رجل من الرجال اللي يجذبه ممكن شكل المرأة ولا شيء غيرها. يعني رجل برج الجوزاء اللي بيجي في المركز الثاني من الرجال اللي ممكن تحب من وجهة نظرها، ترتبط ارتباط رسمي او جد عشان الشكل عجب. رجل صاحب مزاج المزاج، رجل يفضل الصديقات والعلاقات والفسح وما يحبش الربط ابدا، ويهرب من مسؤولية او المسؤولية العاطفية. تجده دائما زي برج القوس كده ما يحبش المسؤولية العاطفية، ويجد متعته ولذته في العلاقات العابرة، في الصديقات المقربات، في العشيقات وليس الحبيبات، وهناك فرق. ده رجل برج الجوزاء. وتصدر رجال الأبراج اللي أعتقد من بداية الحلقة ذكائكم ما خانكمش وتوقعتوه، هو رجل برج الدلو اللي بيجلس على عرش كل الرجال في حلقة النهاردة، عشان يجي أكتر رجل على الإطلاق بدون أي منازع أو منافس لا يؤمن بالحب وقواعده وفلسفته، وممكن يعيش حياته كلها بالطريقة اللي أنا كنت بقول عليها دي، صداقات ومغامرات عاطفية، أو بلاش عاطفية بقى، مغامرات وخلاص مع الصديقات أو مع الصحبات زي ما احنا بنقول. ليه بقى؟ في عدة عوامل تخلي الرجل ده ياخد المركز الأول. أولا هو ما بيحبش الربط إطلاقا، ثانيا انه يحبش تحمل المسؤولية العاطفية اطلاق، ثالثا الرومانسية عنده واقعة قوي. هذا الرجل اذا قارناه بغيره من رجال الابراج وحاجات كتيرة قوي، يحبش يوجع دماغه، بيكبر وبينسى وبيتناسى اشياء كتيرة قوي هتخليه يتصدر رجال الابراج. وتاني بقول اوعوا تربطوا بين الانثى والرجل في حلقة النهاردة في مواضيع كده بتحس ان الانثى من غير البرج ده مش نفس البرج اطلاقا، على رأسها موضوع زي موضوع حلقة النهاردة. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، لأن بحب إن أنا أشارككم وأتفاعل معاكم. يا ريت كمان اللي لسه دعم الحلقة بلايك لو شايفها مفيدة وفيها أهمية. أنا هقول دلوقتي تتعامل إزاي مع الرجال لو أنت مرتبط بيهم، يا ريت زي ما قلت تدعموها بلايك عشان توصل لأكبر قدر من أصدقائنا. لو أنت أنثى رومانسية أوي مؤمنة بالحب أوي،
عيدي حساباتك وراجعي حساباتك قبل ما ترتبطي برجل من الرجال دي، لان لو رسم، خلي بالك بقى، لو رسم الحب عليكي في البداية تأكدي ان هو بيرسم عليكي وان هو مش مؤمن بالحب للدرجة اللي واصله لك منه دي، فاما عندك حل من الاتنين، يا تسيبيه يا تحاولي ان انت تتغيري، يا تحاولي ان انت تتكيفي على طباعه. يعني 3 حلول مش حلين، انا قدمت لك 3 حلول، وعقلك في راسك بقى وتعرفي خلاصك زي ما احنا بنقول عشان ما تعانيش في المستقبل بعد كده. بحبكم جدا وإلى اللقاء.